مشوارنا عن ذكرى الفنانة والإنسانة مكمل معكم، ورح نسمع بعد شوي الغنية السابعة يا عزيز عيني. لكن قبل حابين نحكي عن المرأة التونسية، وبالمناسبة بدنا نحيي أهل تونس ونقدم لهم أحر التعازي. غازي العيادي، من صفات المرأة التونسية اللي حصلت على حقوق المدنية والسياسية، الحرية، الاستقلالية، وكون المرأة التونسية صاحبة قرار، قديش هالصفات تنطبق على ذكرى؟ طبعا المرأة التونسية متحررة جدا من فترة طويلة، يعني من فترة كبيرة، مثل كل تقريبا النساء في تونس ذكرى متحررة ومن الناس اللي متفتحة، وبعدين يمكن شخصيتها ذكرى شخصية يونيك، احنا نقول يعني فريدة شوي من نوعها، فريدة من نوعها، ايه، بتاخذ قراراتها، يعني انها متعودة انها تاخذ قراراتها لوحدها، فيها يعني فيها حاجات كثيرة ذكرى الصراحة. استاذ هاني مهنا، لما راحت ذكرى على مصر كانت حاملة معها كل هالصفات، بعد السنوات الطويلة اللي قضتها بمصر شو بقى من هالصفات وشو كسبت؟ ذكرى جت من الارض خصبة جدا فنيا، يعني معروف ان الشعب التونسي عموما متذوق بشكل غير طبيعي، يعني كان دايما الله يرحمه عبد الحليم يقول لي انا ممكن اغني في اي بلد في العالم في اي وقت، انما في تونس مش في اي وقت، لازم اكون يعني مركز قوي، لانه فعلا في اي لو سمع اي حد مستوى غناء اقل حتى لو ابن بلده يصفروا له ويقولوا له انزل. شعب صاحب قرار في الذوق الفني عالي جدا جدا، فجت من هذه الارض الخصبه، فلا يمكن تكون مطربه نص نص، ان فيها الجراه انها تعيش في مصر وتخوض، وزي ما قالت مع الاخ زاهي قبل كده انه يعني الفن ده غول، شبهت الفن انه غول، يعني حاجه مرعبه انها تشق طريقها في هذا الفن او في هذا المجال، يعني ده يبقى اصرار على الهدف او الوصول للهدف. زي ما قلت المراه التونسيه اللي بتقول حضرتك عليها، فعلا اتعودنا من 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 زمن بعيد انه دائما سيده تونس الاولى بتبقى ليها كلمه وليها راي عند النساء وليها حركه نسائيه، سواء في السياسه، في الراي، في حتى في الزواج، يعني عندهم ممنوع ان مثلا الرجل يتزوج من 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 امرأتين، مظبوط، حتى في الدين الاسلامي مسموح له ان يتجوز اربعه، انما هم الدستور بتاعهم انه مانع انه يتجوز الا من زوجه واحده فقط. فحتى يعني زي ما تقولي اهتموا جدا بالمرأه من الرئيس الراحل، وحتى الرئيس الحالي كمل مشوار هذا الشأن الجميل اللي فعلا يعني المرأه بتحس بحصانه عامة. نرجع لذكرى برضو، انه ذكرى جت من 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 زي ما تقولي من يعني من خط سليم، فجايه بتتخبط مش عارفه هي هتروح فين، يعني من هيقابلها مش هيقابلها، يشتغل معاها ما يشتغلش معاها، ما عندهاش امكانيات انها تنتج، فدي لحد ما قدرت انها تسند ظهرها على كرسي مظبوط وتحس انها محميه، فعلا بدات تبقى منطقه الابداع طاووس، وفعلا تصل الى الخلود باسرع ما يمكن، وهو ده اللي فعلا وصل ذكرى في مرحله وجيزه جدا انها تبقى من اوائل المغنيين في العالم العربي مش بس في مصر. هون بدي اسال ست هالة صدقي، تشعري بفرق بين مواصفات المراه التونسيه ومواصفات المراه المصريه؟ بصي، هو عشان ابقى صريحه، وانا معروف عني ان انا صريحه لدرجه مزعجه، هيدا بنعرفه كثير منيح عن الست هالة صدقي. تفضلي. بس انا عايزه اقول ان في الفتره الاخيره الحقيقه حرم سياده الرئيس عندنا في مصر ابتدت عملت ثوره لحريه المراه، لقوانين المراه، طلع قوانين كتيره جدا لنصره المراه. مهما اقول لك يعني في محاربه طبعا اكيد لسه احنا عندنا للاسف انه في الرجل والمراه للاسف لغايه دلوقتي، برغم ان احنا المفروض ان الموضوع ده انتهى خلاص، لكن لا لسه في، لدرجه انه في ممكن الناس يقولوا مطالبين مثلا ان المراه تقعد في البيت لان في بطاله فندي فرصه للرجاله.
فعايزه اقول لك ان السيده سوزان مبارك الحقيقه عامله مجهود غير عادي وغير طبيعي لنصره المراه المصريه، وانها تديها كل حقوقها كامله. وفعلا في قوانين اوريدي فعلا صدرت، فلا احنا في تطور مستمر باستمرار المراه المصريه. لا حقيقي نتمنى الاحسن اكيد لقدام يا رب. ورح نسمع سوا يا عزيز عيني بصوت غازي العيادي ضيفنا الخاص لليله. ضيفنا غازي العيادي على هالغنية اللي كتير حلوة، وإذا بتعتقدوا إنه غنية يا عزيز عيني هي الغنية رقم واحد فيكم تتصلوا هلا وتصوتوا لها. وصلنا لثامن غنية موجودة معنا على اللايحة، الأسامي سنة 97، هالألبوم اللي كمان حقق نجاح كتير كبير. أستاذ هاني مهنا، قديش ذكرى كانت حاملة اسمها وبيلبق لها اسمها؟ ذكرى أولا اتسمت ذكرى عشان اولا كان والدها الله يرحمه يعني في الحركه الوطنيه في تونس، وليه حركه في الحركه السياسيه وكده، فاتولدت في ذكرى الثوره التونسيه. نعم. يوم الاحتفاليه بتاعت ذكرى الثوره معلش يعني بين قوسين انه ذكرى كل المجلات يقولوا انه ذكرى عمرها 42 سنه. لا 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 هي 37 سنه. 37 يعني سنه وشهرين و17 يوم بالظبط يعني بالظبط. مواليد 16/9 تقريبا 16/9 69، فهي اتولدت في يوم الذكرى بتاعت الثوره تونس
فوالدها سماها ذكرى. نعم. عشان وفعلا لما جت مصر فحتى بنفكر ان احنا نغير الاسم. ليه؟ الاسم غريب واسم مش مكرر ومحدش تطرق ليه قبل كده. فقلنا لا، ذكرى مش، حتى في ناس قالت لي لا اصل كلمه ذكرى دي عندنا في مصر انت عارف يعني دي حاجه في الذاكره يعني، يعني حاجه وانتهت. نعم. فما تبداش حد. وقلت له لا بالعكس، يعني انا حاسس انه ده جرأة وفي نفس الوقت اسمها الطبيعي، مش انا مش ما بناخدوش من حد. نعم. فكانت ذكرى وهي حقيقه وبرضه موجوده وهي ذكرى. غازي العيادي، اغلب علاقات ذكرى العاطفيه انتهت بالفشل، وبما انه حضرتك مقرب من العائله يعني بتعرف قد ايه ذكرى كانت تحب بيها اللي توفى وبعمر كتير مبكر. بتعتقد انه سبب فشل هالعلاقات العاطفية انها كانت عم بتفتش على رجل بديل لبيا؟ يعني يمكن من الاشياء اللي انا نعرفها، طبعا في حاجات خصوصيات احتمال انا ما نكونش عارفها اكتر، بس ذكرى انها علاقاتها مش كثيرة، يعني انه يمكن الـ يعني عدد الاشخاص اللي هي كانت يعني عملت معهم علاقة من اولها كانت في اول شيء في تونس، كانت يعني راح تتزوج من انسان معروف جدا في تونس، وهالقصه تقريبا كل الناس كانت عارفاها. بعدها نفس الشيء يعني علاقاتها مش كثيره، حتى الاستاذ هاني ممكن يعرف انه ذكرى من الناس اللي مثلا ما بتطلعش من بيت لمده شهر، انها ولا تخرج للعالم، الاستاذ هاني منا في البيت وانا في البيت واختها والناس يعني اصحابها كلهم تقريبا يعني حولها، ما فيش انها تطلع برا البيت. فنعرف انه علاقات ذكرى محدودة جدا، ولما بتحب ذكرى نقول احنا انها تيتو يعني لما بتحب خلاص يعني انتهى الموضوع، انه حبت رومانسية يعني رومانسية بطريقة غريبة جدا. فذكرها يعني تقريبا الاشياء اللي نعرفها تقريبا. نحن رح نسمع سوا تامن غنية موجودة معنا على الليحة، الاسامي بصوت احمد شريف.
في سهرتنا الخاصة بالفنانة ذكرى، وبعدنا عم نحاول الإحاطة بذكرى الفنانة والإنسانة، وخصوصا الإنسانة لأنه هيدا جانب مغيب عنا. أستاذ هاني مهنا، مثل ما سبق وذكرنا، كثير من الناس ما بيعرفوا أنه ذكرى كانت انطوائية وما بتظهر كثير بالمجتمعات. شو سبب الخوف الدائم من الخارج؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده، هي مش يعني مركزة أو في فنها، وهي فعلا معرفش، هو طبعا عيب الانطواء، يعني دايما من ضمن العيوب، انما هي كانت انطوائيه فعلا فعلا، يعني ما بتحبش الناس كتير وتخرج، وحتى لما كنا بنخرج بننتقي بعض الاماكن اللي يبقى فيها الاضاءه مش عاليه قوي وكذا، ويعني ما بقاش فيه جمهور كتير، فهي بتحب الجمهور كتير على المسرح، يعني يكون على المسرح بتغني، كل ما يكثر الجمهور كل ما طبعا تتجود اكتر، انما في حياتها الخاصه كانت فعلا بتخاف من ما تعرفش من الناس، من يعني مش عارف، هي فعلا فيها العيب ده، يعني خلقي، يعني حاجه مش اكتسبتها، لا هي كده خلقيا كده. طب بتحس بوقت من الاوقات كانت متمسكه بصداقتك وبتعتبرها بغربتها السند والحمايه، بتعتبرك يمكن الاب لإلك؟ ذكرى فعلا، انا يعني اقول لحضرتك حاجه، لو ماسك حاجه في ايدي وتحس ان انا بحبها، تبص لها كده بحنيه قوي زي اللي زبر رحمه الله، او العكس، يعني اخر مره مثلا كانت في سلسله كده في شنطتها بيضه مش قيمتها كبيره يعني، انما راح بصيت لقيتها راحت حطها في المفاتيح بتاعتي، بتحب التواصل اللي بيني وبينها، حتى قدام مدامتي مثلا تقول لها ايه، مدام ستوري، ما تقوم ترقص وتقول كذا، يعني انت بتستشعر ان هي فعلا في لو رقصنا مع بعض فعلا في حضن ابوها اخوها، انسان خايف عليها، انا فعلا بحس دايما انها دايما محتاجه للاطمئنان، للسند، للسند بالظبط كده. استاذ هلا صدقي، قديش صعب على الفنانه لما تخير بين فنها اللي هو حياتها وبين قلبها؟ يعني هو بالظبط هقول لك التعبير الحقيقي عشان يمكن انا مريت بالحكايه دي، بالظبط زي السمكه لما بتطلعيها من الميه. كتير حلو الوصف والتعبير. يعني الفن، في فنانين كتير، في مطربين كتير، في ممثلات كتير، وفي ناس بياخدوها مهنه حتى لو كان ده مصدر رزقي، لكن انك انت بتحبي الشغلانه دي، بتحبيها من قلبك بجد، نعم. فدي بالنسبة لك دي اللي بتديك الطاقة وبتديك الحياة. بالنسبة لي وبالنسبة لذكرى كان الفن زي أنبوبة الأكسجين اللي احنا عايشين بيها. والخيار مستحيل طبعا، صعب 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 كتير.
رح ننتقل سوا لنسمع تاسع غنية موجودة معنا على اللايحة إلينا اليوم بصوت وائل منصور. إذا بتعتقدوا إنه غنية إلينا اليوم هي الغنية الرابحة فيكم تتصلوا هلا وتصوتوا لها. وصلنا لآخر غنية موجودة معنا على اللايحة، يوم عليك، آخر ألبومات الفنانة ذكرى اللي خرج للأسواق 3 أيام قبل مسرعها. كانت فرحتها فيه كتير كبيرة، وكان على مستوى أشيت فيه النقاد ومنه الناقد بالأهرام اللي اعتبر إنه وصلت فيه ذكرى إلى قمة أدائها وعطائها. استاذ هاني مهنا، ذكرى كانت تسبح دايما عكس التيار باختياراتها للاغاني الطربيه، بعكس الموجه السائده للاغاني الخفيفه والايقاعيه. قديش الفنان اللي عنده التزام بيربح حتى ولو متاخر. لانك ذكرى بتغني او بتختار اغاني طربيه، بتختار اغاني معمره، يعني ممكن تتسمع مره واثنين وعشره وسنين. انما الاغاني اللي هي اللي بنقول عليها الفيديو كليبس اللي هم موجودين دلوقتي، يعني فعلا بتحس ان اغاني استهلاكيه، يعني محطوطين عشان الناس تتعرف
ومحطات فضائيه كتير قوي بقت كم كبير ما شاء الله. لازم يذيعوا مده كبيره في فوق عدوا ال 1000 ساعه في اليوم تقريبا. فالاغاني دي بتيجي في الاخر متلخبطه مش عارفه تحفظي اغنيه مين ولا مين اللي بيغني ولا مين كذا، لانه متشابهات كتير قوي حتى في الديكور في الكوريوغرافي الرقص. فالاغاني دي بقت كتيره يعني الدوز بتاعها عالي قوي. طلع من 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 هذا المنطلق بعض الاصوات اللي ذكرى، شوفي هي حاسه الكلام ده انه في شجن في الاداء او في جمله مألوفه شويه جامد قريبه من الفولكلور زي لؤي وزي اخرين. عدوا باغانيهم في وسط الابهار اللي حاصل ده طبعا بشكل متواضع بلبس متواضع ايضا، يعني ما فيش التكليف الكلفه الفظيعه في ولا حد بيصور في الهند ولا في الصين وحاجات كده، بيصوروا في مكان مغلق وعدوا. وكانت على فكره لؤي ده من الاصوات اللي كانت ذكرى بتحبها جدا جدا جدا، لذلك لما كان بتذاع الاغنيه كنا بنطلبها واحنا قاعدين في مكان اكتر من مره عشان نسمعها. فده كل ده عباره عن حاجات منظومه تحسسك ان الاغاني المعمره زي ما بنسمع دلوقتي وحياتي عندك اللي هي معموله من 12 سنه او من 13 سنه بنسمعها كانها حاجه جديده وحاجه هتظل الى التاريخ او تاريخ الاغنيه هيفضل العمر كبير جدا. فدي اغاني معمره مش اغاني استهلاكيه للحاله يعني. ومثل عشر غنية كمان رح نرجع نسمعها بعد شوي يوم عليك، وهي اخر اعمال الفنانه ذكرى كمان رح تضل بيناتنا غنية كثير حلوه اكيد طبعا. ولكن قبل ما نسمعها بما انه عم نحكي عن اخر اعمال الفنانه ذكرى بدي اعرف شو المرحله الفنيه القادمه اللي عم تحضروا لها. نبتدي مع الست هاله صدقي. لي انا شخصيا يعني انا لسه مخلصه رجل في زمن العولمه الجزء الثاني وبيتعرض في القاهره حاليا. نعم. وخلصت فيلم للاستاذ يوسف شاهين الغضب ان شاء الله يتعرض في فبراير، وبجهز لفيلم مع الاطفال، فيلم استعراضي غنائي حلو. مع الاطفال ان شاء الله، تاليف واخراج الدكتور عصام الشماع، وبحضر لفيلم مفروض فيري بيج برودكشن اتس امريكان برودكشن ليتل الكسندر، بنتكلم عن قصه حياه الاسكندر الاكبر بس وهو صغير، وهو انتاج امريكي انجليزي مشترك. والحمد لله انا يعني شرفني ان انا الممثله المصريه الوحيده اللي هتبقى موجوده في الفيلم. كل التوفيق ست هاله صدقي. رح ننتقل للاستاذ هاني مهنا، شو مشاريعك الفنيه القادمه؟ هو حاليا في اغاني قديمه بعيد صياغتها بصيغه حديثه وبتوزيع حديث نعم. بايقاع حديث ايضا اغاني معلمه في الجمهور او في الناس عارفاها، من ضمنهم مثلا ولا الحلوه والمره، بنشطر وميه، امان عليك يا لطول، يعني اغنيات الناس هم كلهم عارفينها، غريب الدار الحاجات نعم. دي كلها معروفه بس ايه بتتعاد صياغتها بلغه العصر يعني نعم. الالفيه الثالثه، وفي نفس الوقت ايقاع شبابي، الناس تشعر ان الشباب حتى عارفين جمل جميله موجوده، مش احنا بس ما بنغيرش معلمها طبعا، الجمله الاساسيه موجوده بس بنغير الارانجمون او التوزيع اللي حواليها بالايقاع طبعا الحديث، زائد حدث طبعا ده رباني حصل ان ذكرى زي ما قلنا اول ما قالت حرف موسيقي في مصر كان حظي انه كان مش كل حب، واخر حرف موسيقي ايضا كان اغنيه لم تظهر للنور، والاغنيه دي كانت برضو من كلمات دي محمد ولحني، فسمعتها وجات لقيت يعني فجاه كده جايه للاستوديو وعارفه ان انا كنت بعمل الجايد او الاورج للاغنيه دي فقط نعم. ولسه ما كنتش يعني حطيت في دماغي مين اللي هيغني الاغنيه دي. فجت لقيتها يعني من غير ما تقول لي داخله الاستوديو، فلقيت في ناس قاعدين وكده، فقعدت تكتب وانا بخلصت الجايد، فقالت لي انا عايز احط صوتي على الاغنيه دي. هي عارفه من الاول، سمعتها في البيت بس ما قالتليش. فقالت لي، قلت لها يا ذكرى انت خلصتي الالبوم بتاعك. فعلا كانت خلصته خلاص، ونقت الاغاني والترتيب والاغلفه اتطبعت وكله بتاع يوم عليك يوم ليك ويوم عليك. فقلت لها خلاص عايز تحطي صوتك يلا، ما انا ما عنديش مانع. رح تكون مفاجاه حلقتنا للليله. ما هو بصراحه انا يعني هو ده ايه يعني زي ما تقولي لي يعني مش هقول لك اول مره تغني، لا اول مره تغني في مصر. نعم. الاغنيه مصريه كانت من الالحاني وكلمات بهاء الدين محمد، وايضا الاغنيه الاخيره اللي هي ما ظهرتش النور
ودي ان شاء الله يعني انا يعني متفائل ان احنا هنكملها او اتكملت خلاص وزعت وهيتركب عليها بقى الكاميرات والتشيلوهات والسترينجز كله والحاجات الالات الاضافيه. وهن يعني هنحاول قدر الامكان ان احنا نديها لاحدى المحطات ويتعمل عليها توك شوتس من كل تاريخها الفني من الاغنيات. نعم. والحمد لله انا عندي برضو في يعني مقتني بعض الحاجات للذكرى لان انا عملت خلال 5 كليبات للذكرى غير الشركات الاخرى. هنجيب برضو كده ونعمل كليب للاغنيه دي من مراحل ذكرى الزمنيه وده يبقى العائد بتاعه صدقه جاريه على روحها لان هي كانت بتامل في يوم من الايام او تتمنى انها تتبنى في معهد ايتام او حد يعني في حاجه زي كانت عرفت ان انا في عندي 5 اطفال في معهد ايتام فقالت لي انا نفسي بس مش قادر عندي الاعصاب ان انا اشوف اطفال ايتام واتعامل معاهم كده. ففعلا مره روحنا كان صديق برضو معانا طارق اللي هو بيشتغل مع ذكرى ودته مجموعه حاجات لعب اطفال وكده للاطفال دول وقالت لي انا نفسي اتبنى 5. فانا لما ما حصلش نصيب وما لحقناش قلت الاغنيه دي العائد بتاعها يتفتح مركز فنون في المركز في المعهد ده وناخد الاطفال المبدعين في كل صفه الابداع سواء الفن التشكيلي او الموسيقي او التاليف او الرسم وغيره ويبقى ده معهد ذكرى للفنون. الله يا رب. وصدقه جاريه على الروح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الله يخليك. فكره كثير حلوه استاذ هاني مهنا. نعم. فكره كثير حلوه. الله يخليك. فكره كثير حلوه. هو الحمد لله طبعا. نتمنى لها النجاح وان شاء الله يا رب. يا رب ان شاء الله. من نجاح الى نجاح اكبر. ان شاء الله. نتمنى لها كل التوفيق. الله يخليك. فهد العيادي شو المرحله الفنيه القادمه اللي عم تحضر لها؟ والله بالنسبه لي يعني ثاني شريط لي في العالم العربي تقريبا. انا بصدد انجاز هالايام وابتدينا يعني تقريبا وصلنا للاغنيه رقم 4 وهلا من خلال زيارتي يعني لبنان في عده محاورات مع ملحنين معروفين جدا ومتالقين راح يكونوا معي ان شاء الله في هالالبوم وان شاء الله يا رب نتوفق فيه ونعمل فيه شيء كويس ان شاء الله بعد خاصه الالبوم الاولاني ما نزل وعمل لي ارضيه حلوه الحمد لله فهذا ان شاء الله يا رب يكون انطلاقه حقيقيه لمولود تونسي جديد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا. وهلا رح تطربنا. هلا رح تطربنا للمره الثالثه لانه رح تسمعنا 10 غنية موجوده معنا على اللايحه يوم عليك. هو حبيت يعني اقول كلمه انه فضل. انه مسؤوليه كبيره انه الواحد يغني لذكرى لانه الناس عارفه وحاسه مدى قوه صوت ذكرى. فكل اللي طلعوا غنوا اليوم ما مشكورين وانا ما فيهم لانه صراحه يعني الواحد صعب انه يغني الذكرى والاستاذ هاني مهنا ممكن يعرف هذا. رح نستمتع بصوتك الحلو وعشر غنية معنا يوم عليك.
تفرح وانذبح ولا فاكر ان ظلمك راح يدوم اني حاسب الانجره ان ظلمك احترق ان ظلمك راح يدوم ما انت جالك يوم تنسى فيه النوم لو ظلمك نوم هقول لك لوم ده جالك يوم قد ايه والله شايف مين ظالم ومين مظلوم شفت منك قد ايه قلبي حبك قد ايه مين ظالم ومين مظلوم ما انت جالك يوم تنسى فيه النوم لو تقول مظلوم هقول لك لوم ده جالك العيادي وبتفكر فرقة هياكل للرقص ولا مصمم الرقصة سامي خوري. معنا العشر أغاني خليكن معنا لبعد الإعلان لأعلان النتيجة. معنا العشر أغاني مثل ما قلنا على الغنية رقم واحد معروفة من قبل ما نصور الحلقة. انتو كان فيكم تحضروا مشاهدينا شو هي الغنية خلال الأسبوع اللي مضى وخلال سهرتنا لليلة. هلأ انتهى التصويت، خلينا نشوف أول شي كيف صار ترتيب الأغاني من بعد التصويت. الأغنية اللي احتلت المرتبة العاشرة إلينا اليوم، التاسعة يا عزيز عيني، الثامنة الأسامي، السابعة ولا عارف، السادسة مش كل حب، بالمرتبة الخامسة وحياتي عندك، الرابعة المحبة، بالمرتبة الثالثة كل اللي لموني، الثانية يوم عليك. أما الغنية الرابحة الغنية رقم واحد بسهرتنا لليلة الله غالب. رح نشوف سوا اسم الرابح أو الرابحة اللي اختاروا الغنية رقم واحد واللي اختاروا الكمبيوتر. مبروك، ربحتوا سفرة على اسطنبول لشخصين مع إقامة لمدة 5 أيام. بدي أشكر ضيوفنا الثلاثة اللي رافقونا الليلة، أستاذ هاني مهنا، ست هالة صدقي، وأستاذ غازي العيادي. وقبل ما نفترق ما بعرف إذا عندكم كلمة عن ذكرى بتحبوا توجهوها. أستاذ هاني مهنا، هو طبعا بيتلعثم الكلام ساعات
الموقف زي ما قلنا احنا جايين نعمل احتفالية. واولا بشكر المقدمة طبعا القناة العظيمة اللي هي بتعمل احتفالية النهاردة لقناة المستقبل. شكرا. وصراحة بشكر كل اللي من خلف الكاميرا وامام الكاميرا والاخ سامي خوري على الكوريوغرافي اللي عمله الاخير، اللي انا حسيت فعلا ان كأن ذكر راحت علينا امبارح باللي عمله من الملابس والتصميم والرقصة البديعة اللي عملها في الختام. نمرة ثلاثة بقى ان لما كلموني القائمين على البرنامج وقالوا لي طب تشوف مين معاك من الفنانين اللي بيحبوا ذكرى وذكرى بتحبهم، فقلت لها لا لو فتحت الموضوع كده ولا هتلاقي 50 أو 100 شخص جم، يعني مش مفيش فنان هيقول لا، لان المساله دي ما فيهاش لا عمل ولا كذا، ده احنا بالعكس دي وجدانيات. وزي ما رحنا كده مظاهره حب في ودحه في طول لحد تونس ورجعنا في نفس اليوم ولقيت كم من فنانين، واللي ما سافروش زعلوا مني اني ما قلتلهمش. ايضا برضو اكيد انا واثق ان في فنانين هيزعلوا مني ان احنا ما قلنالهمش تعالوا النهارده، ما كانش نقدر نجيب لنا، يبقى بالتالي هيبقى قد الحضور ما كانش اكتر، سواء المجال الغنائي او التمثيلي او المسرحي او اي مجال بالذات في الفن، ما كانش حد يرفض ان يجي ويشارك النهارده. زي ما هاله قلت لها قالت لي انا هسيب تصوير واجي واضح، يعني اي حد كان هيحصل نفس اللي حصل. وانا واثق ان انا لما ارجع مصر وتتذاع الحلقه دي هلاقي الناس كلمتي كتير قوي وقالت لي ليه ما قلتلناش كنا نيجي معاك نحضر هذه الاحتفاليه. استاذ هاله صدقي، يعني اولا انا فعلا بشكر قناه الفيوتشر وبشكر كل القائمين على هذا البروجرام، لانه فعلا يعني انا فنانه وبغير على مهنتي قوي، وبغير على اي فنان ايا كان مجاله ايه، غنى، فنان تشكيلي، رسام، وبحترم جدا 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 الناس اللي بتحترم الفن وبتقدر الفنانين ايا كان حجم تاريخهم، صغير او قليل او كبير، يمكن باسلوب محبه الناس. اللي انا شايفاه النهارده محبه لجمهور، يعني محبه من جمهور ذكرى فعلا، وانا جايه حاضره بصفتي واحده من الجمهور، مش زميلة لها أو صديقة، إنما أنا فعلا يعني يمكن أنا ما بسجلش برامج خالص عادة، يعني قليل قوي، إنما فعلا لما جات لي الدعوة فعلا حبيت إن أنا أجي أشارك بحب، إن إحنا يعني مش عارفة أقول إيه. طبعا هو المواقف دي بتبقى صعبة قوي، بس يمكن اللي أنا عايزة أقوله انه الفن كل يوم بيثبت انه الفن ده ملوش حدود، ملوش بلد، ملوش. احنا النهارده في لبنان، وانا فعلا بحيي الشعب اللبناني كله، ان هو بيكرم فنانه عربيه، ما بنقولش لا مصريه ولا تونسيه ولا اي جنسيه، فنانه عربيه. غازي العيادي، كلمة ختام عن ذكرى. أنا طبعا فرحان جدا أنه قناة عربية كبيرة تعمل هاللقاء الحلو المطرب الراحل ذكرى، ونيابة على كل الشعب التونسي نحب نشكرك أنت الأول لأنك قائمة على العمل هذا. شكرا غازي. وقناة المستقبل، وهذا مش غريب على كل العالم العربي، لأنه أنا حسيت أنه كل العالم العربي تأثر بموت ذكرى في لبنان ولا في القاهرة، في مصر ولا في تونس ولا في الخليج، كل الناس تعزي فينا، يعني كأصدقاء الأستاذ هاني مهنا ولا أنا ولا أصحابها، الناس في كل مكان يعزوا فينا في ذكرى، فهذا طبعا شيء يسعدني، لأنه احنا حزن طبعا في نفوسنا، لكن يسعدنا لأنه ذكرى كانت تستاهل، وإن شاء الله يا رب تقعد دائما موجودة في الذاكرة، وإن شاء الله تكون دائما بأعمالها موجودة معنا، ما راحتش إن شاء الله يا رب. ذكرى راح تستمر معنا ومع جمهورها من خلال أغانيها وصوتها. أغاني ذكرى كانت تشبهها وتحكي عنها. راح أترككم مع جملة من غنية الأسامي بتعبر أصدق تعبير عن ذكرى. يا ليالي ايه يا ترى حيجرى
يا ليالي قلبي خايف يجي بكرة تجرح الأيام قلوبنا واللي دلنا يبقى ذكرى. ختام حلقتنا مفاجأة قدم لنا إياها أستاذ هاني مهنا وهي غنية لذكرى لم ترى النور عنوانها تبقى مين. كلمات بهاء الدين محمد وألحان هاني مهنا. رح نسمعها الليلة ولأول مرة